رجعنا لكم مرة تانية وفقرة إن شاء الله تعجبكم خاصة بالسيدات. بعد الحمل والولادة شكل جسم أي ست بيختلف وبتاخد وقت ساعات علشان ترجع لشكل جسمها الطبيعي مرة تانية. مش بس زيادة الوزن هو اللي بيكون مشكلة بالنسبة لها، ولكن في ستات بعد تجربة الحمل والولادة والرضاعة بيبقى في مشكلة بتظهر وهي الترهلات. النهاردة هنتكلم عن كل ما يخص الموضوع ده مع ضيفنا الدكتور وائل يحيى، استشاري جراحات التجميل، دكتوراه جراحات التجميل جامعة عين شمس. ويعني هنحاول ان احنا نوضح اسباب الترهلات دي وازاي نتجنبها وازاي بعد كده نعالجها. الحقيقة في اسئلة كتير هنتكلم فيها مع دكتور وائل، ولكن ايضا عايزاكم تبصوا على الفيسبوك بيج بتاعته على بيوتي كلينيك اسمها انسايد اوت عشان تشوفوا بعض الفيديوهات اللي كانت تهمنا ان احنا نعرضها هنا، اسمها مامي ميك اوفر او العلاج بتاع الامهات بعد الولادة. اهلا بحضرتك دكتور وائل، مشرفنا وسعداء جدا ان احنا نتكلم في المواضيع الشيقه اللي كل الستات مهتمين بيها. جميل جدا، حلقه النهارده هتبقى حلوه قوي لان انت اصلا دكتوره نسا، بسم الله ما شاء الله عليكي كبيره. انا تعاون. لا تعاون جميل جدا. فانت هتقولي لنا بدايه الحلقه عندنا كده خالص، حضرتك النهارده الحمل الاولاني والتاني، حضرتك الدكتور نسا ما بيتغيرش يعني بتولدي الام وبنتها واختها والعيله كلها. فاللي حملت مع حضرتك مره الثانيه الثالثه. في ثالث مره دي بالذات لو في سكشن هتبتيجي تشتكي لحضرتك اصلا مشاكل ثانيه خالص، وبتقول لنا اعمل لنا عمليه غير الولاده غير الولاده خالص. صح صح. قول لنا بقى شكويها بتبقى ايه تقريبا؟ العلامات اللي في الجلد. تمام. ان الجلد يكون مشدود او في ترهلات جامده. في ناس بتشتكي من تغيير اللون، بس احنا بنقول لهم ان ده هيتحسن. لكن بصراحة أنا بقى عايزة أعرف أقول لهم إيه، لأن السؤال اللي دايماً في أمهات كتير بتقرأ دلوقتي وحابين إن هم يتفادوا المشاكل دي بقدر الإمكان، فعايزين بداية إزاي نحاول نساعدهم. تمام. إنهم يقللوا المشكلة بقدر الإمكان لحد لما يخلصوا بقى الفاميلي بتاعتهم ويجوا لحضرتك تظبطهم بقى في الآخر. هي هنبدأ القصة دي ثلاث مراحل، مرحلة قبل ومرحلة ساعة المشكلة نفسها قبل. ومرحلة بعدها. قبل حدوث المشكلة هو مطلوب مني ثلاث حاجات مهمين جدا. تمام. مفيش حاجة اسمها النهاردة أنا حملت فنزيد 20 كيلو في الحمل. خالص لا، احنا فعلا بننصح من 9 ل 13 كيلو. هي بالظبط كده، هتلاقي الريشيوز دي طول ما أنا جوه الريشيو دي أنا هطلع إن شاء الله بنتيجة كويسة جدا. مع التزامنا بشوية حاجات، رياضة بسيطة جدا أنتوا بتسمحوا بيها دلوقتي. أيوة. زمان ما كناش بنسمح بيها ولا بالتدريج. لو هي كانت رياضية قبل الحمل تكمل. تمام. بالتدريج، لكن لو هي ما كانتش رياضية ممكن برضو تبتدي بالتدريج. والتغذيه السليمه. وده امر بيبقى مطلوب. التغذيه السليمه مش معناها التغذيه الكتير. صح. وبعد ان شاء الله مش باكل اثنين وكده. بالظبط، باكل اثنين دي والكلام ده العيل ينزل يخش فرختين مكانه. أيوه. لا غلط، والمغات وحش جدا، طعمه وحش جدا. الحاجه الثانيه برضو فكره ان انا خلاص ولدنا النهارده، امتى ابتدي انزل على طول للتمارين؟ على طول من 4 ل 6 اسابيع لازم حضرتك تبداي تنزلي حتى لو سكشن. ننزل شويه تمارين بسيطه جدا. تمام. ومعاها شويه حاجات بنعرفها كده للمريض، تمارين معينه بنركز عليها عشان العضلات دي تقل. يا ريت حضرتك تبقى تحطها لهم برده على الفيسبوك بحيث يقدروا يبقوا عندهم في شويه نصايح كده معموله ورا بعضها كده، هتلاقيها ان شاء الله موجوده على صفحه الفيسبوك. وانا هسرقها من عندك احطها عندي. مفيش مشكله خالص. الحاجه بقى الثانيه اللي بنقولها بقى ايه بعد الحمل الاولاني والثاني والثالث، لو بالذات في مره سكشن بدا الجسم النهارده يحصل فيه شويه ترهلات دي غصب عن الجميع. بالذات برده لو رضعت فتلاقي النهارده ان الثدي نفسه بدا يسقط مكان، مش مهم ممكن يبقى كبر او صغر حاجه وسقط عن مكانه حاجه ثانيه. صح. الحاجه الثانيه موضوع البطن والجناب. البطن والجناب لو ما التزمناش بالكلام ده كله بتلاقي الشكل مختلف تماما. فتلاقي مثلا الليدي هي النهارده بعد الحمل الثالث لا بتشوف لبسها الاولاني اللي كانت بتلبسه. لا دي بتبقى الدنيا مشكله كبيره جدا. ظهر بقى مفهوم اللي هو المامي ميك اوفر، اللي هو عباره عن ايه بالظبط كده؟ انا عجبني اللقب قوي، مامي ميك اوفر. هي بالظبط هو ده نطمن الامهات. ده كان في الامريكان سوسايتي، يعني ده كان مش اكسبريشن مصري خالص. دوت في الامريكان سوسايتي كان في مؤتمر، والقصه لقينا القصه دي هو جمعوا شويه اجراءات تجميليه تتعمل للام عشان نرجعها لفتره انا في التشايلد بيرنج بيريد، بدل ما انا النهارده حاجه 30 سنه وجسمي يديني 40 50 لا ارجع تاني زي الاول. تمام. بلبس لبسي العادي خالص، منطلقه، ثقتي في نفسي عاليه جدا، في شغلي، في بيتي، نفسي مع جوزي نفسه، نسبه الرضا بيني وبينه قد ايه. البوينت دي مهمه جدا طبعا. بدل ما احنا بنسمع النهارده عن نسب باختلاف الاسباب، يعني نسب الطلاق اللي بتزيد من 25 ل 30% باختلاف الاسباب طبعا، بس ده سبب مهم. الرضا بين الزوجين طبعا. اوكي، فده بيقلل لنا شويه الست نفسها عشان تبقى واثقه من نفسها طبعا، ومبسوطه في حياتها وتربي ولادها كويس وتشوف شغلها كويس. بالظبط. محتاجه ان هي تحس ان هي زي ما هي، لان هي زي ما هي، هي مش ندمانه ان جابت المنتج ده، يعني صح. هي مش هي الوحده اللي دفعت الضريبه، لا خالص، يعني انا في الاخر جبت البيبي الاولاني ولا الثاني، انا الوحيده اللي دفعت الضريبه بقى معايا
وجوزي طول النهار في الشغل وزمايلي في الشغل حصل فيهم وكده هيدفع برضه ضريبه هو كبير هيدفع كتير الستات مش بتحسبها كده قوي. فقصه المايو ميك اوفر دي انت بترجعي الليدي زي ما كانت قبل ما تبقى جوت بريجننت. بنبتدي امتى بقى ناخد بالنا من المواضيع دي؟ هل ساعه الحمل ولا مع بدايه الحمل بيبان وانس ان انا الزياده زادت عن المرحله دي بتقولي مثلا المفروض في الحمل بتزيد من 9 ل 13 ولو استكن بريجننسي او ستيل بريجننسي ممكن تزيد شويه عن كده لكن الفكره بتبان جدا في الحمل. احنا الناس اللي هي بتزيد 20 دي تقول لك انا زدت 20 زدت حاجه و20 انت هتلاقي رقم يعني اعلى رقم حضرتك استيم مثلا في الميزان. لا كتير بصراحه بيصعبوا عليا هتلاقي ارقام خزعبليه واخده بال حضرتك. النقطه بقى على طول وانس ان انا ان شاء الله قمنا بالسلامه بعد الولاده نبدا تمارين بدري جدا وندي لنفسنا فتره من 6 اسابيع ل 3 شهور تمام قبل ما نبتدي نقيم اي حاجه. بس في نقطه مهمه جدا لو انا برضع هخلص الرضاعه لو سمحت ما نعملش حاجه خالص اي اجراء تجميلي خالص غير لما اخلص الرضاعه. تمام الرضاعه يعني الطبيعيه لو حد كمان طبيعية. هو بيرضع سنه سنه ونص سنتين ده بالنسبه للثدي حضرتك بتقول مش هنتدخل تمام. فيه لكن هل هي تقدر مثلا تعملها على مراحل يعني تاخد بالها مثلا من بطنها الثايز او الفخذين والحاجات دي وبعدين ترجع لموضوع الثدي بعدين؟ ترجع لموضوع الثدي بعدين. هي بتتقسم بقى ممكن تعمل سنجل ستيج وممكن تتعمل مرحلة على يعني مرحله واحده او مرحلتين. المرحله الواحده ديت لو انا خلاص خلصت فترات الرضاعه بتاعتي والكلام ده كله والانسجه بتاعتي تستحمل ان انا اشتغل على فجاز منطقه الصدر وبطن مثلا وفخذ نعرف نعملها تمام. لكن لو الدنيا لا الوزن كبير وزاد مننا قوي لا حضرتك نقسمها على مرحلتين اضمن عشان نضمن الامان التام ليها. بنتقابل مره بنحدد هي بالظبط ايه شكاوي اللي هي بتشتكي من اكتر حاجه بتشتكي منها وبنعرض عليها الخطه العلاجيه المقترحه مننا. مقترحه مننا دي عاده بنبدا مع حد من زمايلنا بتوع التغذيه العلاجيه. بيبدا فتره كده مثلا التغذيه مهم في الموضوع جدا ده. مهم جدا لان انا في كد يعني لازم برضو غير ان انا اعمل عمليه انا في كد مش المفروض ان الكد ده يتاثر من اي حاجه. فلازم يبقى انا بالنسبه له انا فول باور يعني حتى لو عملنا لها العمليه انا لازم تفضل الام فول باور عشان تعرف تاخد بالها حتى من الكيدز دول. تمام. فدي بنتقابل اول مره خالص فينا كلنا بنتقابل تغذيه علاجيه وبعدين دكاتره التجميل نحط الخطه المقترحه بتاعتنا ونبدا وراها بقى الستبس بتاعتنا هنبدا ايه؟ مثلا بطن بس بطن وجناب بطن ولاف هاندل يعني تعريف المامي ميك اوفر ده يعني ان احنا نرجع الام كنا كلمه ميك اوفر بنقول هنغير لون شعرنا ونعمل شعرنا. خلاص بالظبط ده دي بلوي او اللبس او كده دلوقتي مامي ميك اوفر بقى موضوع لا سيرجيكال احلى موضوع بكتير. بجد موضوع بجد نرجع لقبل ما بيتضمن ايه بقى؟ بيتضمن اي حاجه اتغيرت اثناء الحمل تمام. من الصدر للبطن للجناب للارداف للفخاد كل واحده فينا في كل واحده في السيدات في الحمل بيحصل عندها شويه تغيرات اكتر حاجه بتبقى متركزه في منطقتين او ثلاثه الثدي لازم البطن لازم بعض الاحيان بيحصل في منطقه العانه والحته دي دي برده بتتعمل معانا وباشتراك مع دكاتره النساء كتير جدا تمام ساعات يقول لك احنا كل حاجه كويسه بس مكان القيصريه مش عاجبهم فيها فوقيها تحتيها فولد او يعني في قطعتين للبطن مقسومه بالظبط زي الحزام اللي مشدود فالبطن مقسوم تمام. هي دي بالظبط كده هو دي ليها حل جدا. ليها حل طبعا ليها حل ده حل توي حلها بدري جدا ومعظم دكاتره النساء النهارده بقت بتعمل حاجه ساعه العمليه ما بتخليليش الجرح بتاع السكشن ده جرحين هو الجرح يبقى واحد جرح موجود واحد. صح الحاجه الثانيه نبدا الكريمات من بدري او نبدا ليزر بدري قوي على الجرح تمام بحيث ان احنا ما تعمليش طبقه التلف دي حاجات معينه وحضرتك هتكتبها لهم ساعه الحمل يبتدوها لا 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 الكريمات ديت بعد ما تقوم ان شاء الله بالسر بعد الولاده انما ان انا اخلي الدنيا رطبه يعني حاجات اللي هي الايمولينس والكلام ده كله مرطبه للجلد وللبشره دي مهمه جدا وانس ان حصل بقى خلاص الفايبروزيس ده او الحزام اللي حضرتك بتقولي عليه دوت لا ده لازم هنا تدخل جراحي ما فيهاش جدل دي لازم فيها تدخل جراحي. طب سؤال خارج الموضوع شويه طبعا. ساعات بيطلبوا مننا ان احنا نعمل لهم طبعا هم عارفين ان بطنهم كبر كتير وعارفين ان في جلد زياده وفات زياده او دهون زياده ساعات بيطلبوا مننا في القيصريات ان احنا هتعملوا لنا العمليه مع بعض فانا برد لا ما ينفعش دلوقتي لازم بعد الولاده بكتير وتقيمه شوف الجلد رجع ازاي وبعدين دكتور التجميل اللي يعملها لا ده عشان حضرتك دكتوره نساء شاطره فعارفه ايه اللي هيفيد وايه اللي مش هيفيد حضرتك النهارده لا ان انا اعمل النهارده اي اصلاح ساعه الولاده ده خطر جدا اولا النتيجه عمرها ما هتبقى مرضيه طبعا حاجه ثانيه عمرك ما هتعرفي تعملي فول ده كانت وجهه نظري بس انا مش عارفه هي صح ولا غلط عشان كده علميا تماما علميا لان انت الاساس في الكلام ده كله انك بترجعي العضلات دي مكانها الحمل العكس احنا ربنا في اثناء الحمل والولاده ده مخلي لك العضلات كلها مواسعه ومنبسطه تماما عكس الشد انت عايزه تشدي وتصلحي العضلات دي كلها نو واي انك تعرفي تعملي دي ربنا مديكي حاجه انت عايزه تعكسيها عمرك ما هتعرفي تعمليها وكل الجسم ده هيتغير تاني وهو بيرجع في فتره النقاهه اللي هي هنعدي الست اسابيع لثلاث شهور نبتدي نتكلم تمام